اوكي. ها اوه ماي جاد هو انت لا 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 قم عني. السلام عليكم يا جماعة، اللي مننا راح يكون عندنا مقطع جديد، واليوم بإذن الله راح نكمل مع بعض في سلسلة جراند، سلسلة التختيم. عندنا نكمل مع بعض أعتقد اليوم الحلقة رقم 24. لا تنسون زر اللايك والاشتراك معنا في القناة، نبي أكبر عدد لايكات ممكن عشان نستمر مع بعض إن شاء الله في اللعبة ونختمها بشكل كامل. اليوم بإذن الله يا حبايبي في هذا المقطع إن شاء الله راح يكون عندنا التجهيز للمهمة الكبيرة اللي راح نسويها إن شاء الله. فطبعا المفروض إن احنا داخل اللعبة عندنا رسالة موجودة هني، هذه الرسالة راح تخبرنا عن الأشياء اللي لازم نسويها. احنا محتاجين لمجموعة من السيارات، فهذه السيارات يا جماعة راح يكون عندنا مجموعة مثل ما تشوفون. فعندنا في الخريطة محطوط وين السيارات هذيلة موجودين، فأتوقع أفضل حل ممكن أسويه إن أنا أصور الأشياء في الخريطة وابتدي إن أنا أبحث عنهم. فهذه أول واحدة، خلنا نروح على طول للشيء الثاني. عندنا ثاني مكان، عندنا هذا المكان، خلنا نصوره على طول ونروح المكان اللي بعده بعد موجود هني، وخلنا ننزل بعد شوي زيادة ونصور المكان اللي بعده. فهاي صورت الأماكن كلهم اللي موجودين عندنا. الشيء اللي بعد محتاج إن أنا أسويه، أحتاج إن أنا أفتح الخريطة. لا دقيقة، نفتح الخريطة نفسها أولي، لازم أطلع من البيت وابتدي أبحث في الخريطة. فطلعنا من البيت الحين ونبتدي نبحث في الخريطة بشكل كامل عن الأماكن اللي أنا صورتها. يمكن يكون شوي صعب أو يمكن ما يكون صعب للأمانة. أعتقد أول سيارة راح تكون عندنا موجودة بالضبط في هذا المكان، تمام؟ بس ممكن أوكي نحطت علامة على طول على المكان. فحدد حاليا على أول مكان المفروض يكون فيه سيارة. فخلاص أوكي، طلع الموضوع جدا بسيط، أقدر نلقاهم بالذات إن هذا الحين مكان راح يكون بسيط، بس إن شاء الله فعليا نلقى السيارة اللي عندنا. المفروض المهمة راح تكون جدا جدا رهيبة وقوية يعني، فلهذا إحنا قاعدين نجهز لها تجهيز جدا قوي. جهزنا حقت جهزنا سيارة الشرطة إذا تذكرون جماعة الحلقة اللي طافت، وهذه المرة بنحتاج إن إحنا نجيب ثلاث سيارات. فالحين اول واحدة بتكون ان شاء الله قدامنا، اول ما اوصل راح ارجع لكم. المفروض ما انا تقريبا وصلت للمكان المطلوب عندنا علشان نلقى اول سيارة. شكله والله اعلم السيارة موجودة في السطح، اذا ما خابضني سطح المكان هذا، لان احنا شفناها طبعا في الرسالة. في سيارة موجودة فوق، وين كيف نقدر نركب فوق؟ من هني اتوقع، من هذا المكان نقدر نركب. فخلونا او يا عمي صدمت بالسياره حقتي. المهم لازم نروح ناخذ السياره هذه ونوصل لاخر طابق، ومن اخر طابق يا جماعه بنجيب السياره. تمام شوي شوي. تمام كم طابق هم؟ اتوقع في الغالب خمسه. هذا الطابق كم؟ الرابع. هذا الرابع، وخلنا نقول الطابق الخامس يمكن يكون هو الطابق الاخير، ونوصل على طول فوق. وين؟ ايوه اهني. اعتقد يا جماعة ان هذه السيارة هي السيارة المطلوبة حقتنا، فخلونا نشيل السيارة على طول. اعتقد علشان اختصر اوكي، خذ السيارة، سيارة الهروب الى ورشة الصيانة. هل انا محتاج كل السيارات ولا سيارة واحدة منهم بس؟ صراحة ما ادري. ايش رايكم من نطب السيارة عشان نختصر الوقت؟ الظاهر اني بسوي هذا الشيء يا جماعة. ف يا عمي اليد حقتي مو راح تشبك، يلا مو مشكلة مو مشكلة، خلنا ندز، كنت ابغى اسوق باليد. المهم خلنا نجي هني، ننزل بالسيارة، ليتس جو. اوكي راح لا تقولي راح تنفجر، انا ما كنت ابغى تنزل على وجهها. الو اشوا، اوكي اشوا، تمام اشوا، اوكي سيارة حية. ما علينا، الحين بحتاج اخذ السيارة لورشة. يا عمي طلع السيارة من هني، السيارة نازلة بزيادة، لازم اخذ الحين السيارة واوديها لورشة التصليح. وما ادري اتوقع بنصلحها وبنضبطها، ويمكن بنحتاج ان احنا نغير فيها بعض الاشياء. هي سيارة الهروب، فاتوقع انه لازم تكون يعني ضد الرصاص وتكون مضبطة بافضل شيء ممكن. خلنا اروح على طول المكان وارجع لكم. اوكي بون، نروح لورشة التصليح اللي عادة احنا ما نروح لها ابدا، اللي موجودة جنب المطار، تعرفون يا جماعة اللي موجودين هناك. في السلاسل حقتنا اتوقع جدا نادر ما نجي هذا المكان. فخلنا على طول ندخل هني، وصلنا للمكان المطلوب، خلنا ندخل داخل. اعتقد انا بحتاج اجيب السيارة الثانية، مو متأكد بس بشوف. المهم احنا طبعا دمرنا السيارة تدمير غير طبيعي، الحين وش بنحتاج؟ طبعا لازم اصلاح، ولازم نسوي فيها سرقة الاعدادية، ما ادري شنو هذا. المهم الشيء اللي بعده تضليل، عمي تضليل فل زين، واللي بعده صبغة سيارة. اوف حط هذه كروم،
يا ساتر يا ساتر يا رب. زين الصبغة الثانية راح تكون مات، خلنا نخليها مثلا باللون الأحمر. أوه السيارة بطلة جدا، فعدلت السيارة وضبطها بشكل غير طبيعي، والحين بعد ما خلص من هذا الشيء بحتاج ان انا اروح اوديها للمكان اللي بعده. وين راح يكون المكان اللي بعده؟ خلينا نشوف مع بعض دقيقه. اوكي لا والله مكان قريب جدا، ممكن يكون مستودع من المستودعات او مكان في المنطقه هذه، بس لازم فيها لان ما ادري لازم اوصلها، اعتقد يمكن لازم اوصلها بدون اي صدمه. يا عمي زحمه وين ما اروح سيارات. المهم فيمكن نحتاج ان احنا نوصلها بدون ما اصدم. اوكي اشو اني ما صدمت شعره بس واصدم فيها. فتقريبا وصلنا يا جماعة، هذه المفروض تكون سيارة الهروب، هاي يمكن السيارة الأولى من السيارات صدمنا، بس أتوقع عادي طلع عادي مو لازم ما نصدم فيها. إنزين سيد غلط، وين الباب؟ هني الباب ولا دقيقة نكمل؟ هني ألو افتح. زين فجبنا السيارة على طول، اترك السيارة في مكان مغلق بس، يعني لازم الباب يتسكر وانا اطلع. فهذه سيارة من السيارات جبناها، نجحت المهمة. هل الحين احتاج اجيب باقي السيارات؟ هل انا الحين محتاج اجيب باقي السيارات ولا شنو؟ اوكي لا بس سيارة واحدة الظاهر. أول سيارة. هاي أول سيارة، معناته شنو؟ معناته أن باقي السيارات أيضاً إحنا محتاجينهم. فأول سيارة يا جماعة خلصنا منها. خلنا نروح للسيارة اللي بعدها. السيارة اللي بعدها كأن مكانها شوي صعب، لا مو صعب. هني تقريباً في هالمنطقة، في هذه المنطقة، وإذا ما خاب ظني تصير في هذا المكان بالضبط. ثاني سيارة. ايضا بناخذ السياره هذه وكالعاده ايضا بنضبطها بنعدلها، وبعد بنجي نوصلها لهذا المكان. فخلني يا جماعه ارجع لكم اول ما نوصل لمكان السياره الثانيه. السياره الاولى كنت اعرف نوعها، السياره هذه الامانه ما ادري ايش نوعها لان ما ركزت على الصوره، بس السياره الاولى كنت اعرف نوعها. فبنشوف مع بعض الحين. يا عمي حادث جدا كبير. المهم اعلن المفروض اني بعرف يعني السياره راح تكون واقفه في المكان حقها، المفروض تكون هني. دقيقة خلينا نشوف. ايوه نفس النوع نفس النوع نفس السيارة بالضبط. اوكي انزل وخلنا ناخذ السيارة اللي بعدها، شيل الموتر خلنا نركب نروح لورشة نفسها. يا عمي في ورشة صيانة هني قريبة منا. يلا ما علي ما علي، بروح اوجع على طول لورشة الصيانة اللي موجودة هناك، لان ببساطة يعني مخلينها هناك بالضبط لانه تقريبا جنب الجراج اللي قاعدين نوقف فيه. فيلا مو مشكلة، خلنا نوجع على طول لورشة الصيانة ذيك، وبعد نفس الموضوع بحتاج ان نعدل السيارة واشوف ايش راح اسوي فيها. وكالعادة يا جماعة وصلنا للمكان حق التعديل. هاي سيارة طبعا المفروض احنا نصبغها صبغة ثانية، ما عليه خلنا نعدلها التعديل البسيط، يعني التعديلات البسيطة لان هي ما راح نسوقها بشكل جدا كبير. فخلنا الحين اول شيء في البداية اصلح السيارة، ضبط الامور. يب لازم ما يبي لها شيء. الصبغة حقت السيارة خلنا نشوف مثلا هني اي لون نخليها، خلاص صفرة صفرة، والخط نفس اللون. خلصنا يلا. ثاني سيارة اذا يا جماعة خلصنا منها بعد، والحين بنروح نوصلها. هي بعد سيارة جدا جميلة، السيارة ذيك كروم والسيارة هي صفرة، فشكل السيارة جدا جميل في بعد التعديل يعني. فخلنا نروح نوصل بعد هاي السيارة، وهم نحتاج بعد ان احنا تالي نعرف كيف نجيب السيارة اللي بعدها. اوكي وصلنا للمواقف، ويلا افتح افتح يا حبيبي. خلنا نجيب السيارة الثانية ونوقفها على طول هني ونطلع على طول، والحين بنروح نبحث عن باقي السيارات عشان نسوي مهمتنا. اوكي احتاج الى سياره. هذا راح. يا عمي المكان كله شاحنات، احتاج الى سياره، سياره سريعه بعد. هاي المهمه انتهت، يحتاج اتصل. دقيقه بس ابي سياره بليز. وقف
لو سمحت شوية. طيب زين خذ السيارة. وات يا جماعة أنا محتاج طبعا سيارة بهذا النوع، فأنا بالحظ لقيت سيارة نفس النوع بالضبط، يعني بس بحتاج أن أنا أعدلها وبس، يعني ما يحتاج أن أنا أروح بعيد، عرفتوا يا جماعة؟ فبس شكرا والله سهلوا علي الموضوع. بس الحين باخذ السيارة هذه بعدلها. هم اللي يبونا ثلاث سيارات من هذا النوع، فطبعا احنا عارفين بعض الأماكن اللي فيهم السيارة هذه، بس يعني بما أنه واحد جاني يعني على رجله قال يا سيد خذ السيارة خلاص، أنا شوف وما قال لي خذ السيارة، أنا بنفسي رحت وشلت السيارة من عنده. المهم نفس التعديل نفس الموضوع. أيوة تالي هذا تالي، خلها سودة خلها سودة، وصبغ هذا يلا بس طلع. ضبطنا إذن ثلاث سيارات حاليا، كل واحدة أحسن من الثانية. الحين السؤال يطرح نفسه، كيف راح تكون مهمتنا يا جماعة؟ المكان طبعا جدا قريب حق الجراج حقنا، أنا أتوقع المهمة راح تكون جدا قوية. أعتقد التجهيز الأشياء المفروض خلصناه، ما على شيء واحد إذا ما خاب ظني، المفروض يكون عندنا الجهاز اللي يدمر الجدران، أو السيارة تدمر الجدران أو الشاحنة، فما أعرف يعني بعد ناقص إن إحنا نجيبه ولا خلاص، يعني بس هالأشياء اللي تخص الخطة حقتنا بنشوف إن شاء الله الحين. بس الحين خلنا نجي. تمام افتح 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 يا أبوي، خلنا ندخل داخل ونوقف. صدمت في السيارات كلهم، حتى اللي حاولت إني ما أصدم فيهم صدمت فيهم. المهم وقف، أبي سيارة، أحتاج سيارة وسيارة سريعة. خلصنا، اتصل 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 للحبيب، يلا خبره بس ان احنا خلصنا موضوع السيارات كامل. لا تلف يا ليل لف. تاكسي خلصنا السيارات كلهم. لا شو اسوي؟ ما جيك بس دقيقة، انا ايش قاعد اسوي هني؟ ابي سيارة. المهم بنروح نفس المكان حقنا حق الاجتماعات اللي هو موجود بالضبط في هذه المنطقة. المهم أوصل هناك كالعادة أرجع لكم عشان يعني نختصر لكم الوقت قد ما نقدر. أوكي يا جماعة جينا على طول المهمة ودخلنا فيها. اجتمعوا الجميع. Our network hacker. Don't be fooled by the CRT and the fax machine. The hardware here is state of the art. Cool. Hey. Where's the rest of the crew? Outside. Hey, good luck, homies. I'll see y'all at Mission Row, all right? Oh, we'll see you there with approximately 8 tons of gold. 4 tons, not 8. خططنا طبعا مثل ما انتم عارفين، ضبطناها كامل واخترنا الاشخاص. فالحين بنروح نسويها. We are about to make history. Yep. Come on, we're on the clock. Oh my God. Let's get to the tunnel. Let's go. جدا متحمس الحلقة هذه. لأن مثل ما أنتم عارفين جهزنا تجهيزات مو طبيعية وطولنا صراحة في التجهيز، يعني حتى الحلقة هذه بجهز معاكم. المهم لازم نوصل ساعة 8 وحين ساعة 7. Don't listen to this. Paul says it's all good. No one is being set up. I've heard that before. Shut it, Trevor. This is the big one. We don't need any doubts in the back of our heads. Zins. All right, trucks aren't here yet. Let's sit tight. No need to panic. We weren't panicking. Something wrong? Nothing's wrong. We just gotta wait. You saying don't panic makes me wanna panic. Hey, here we go. This is it. Ha, وصل. All right. I see the vans. Rock and roll. Rock and roll. Seriously? Let's go. Deploy okay. The Stinger. One minute. انا محتاج ان انا Come on. Okay. Let's go. Out. Get out of the vehicle. برا برا طلعوا. Oh shit. طلعوا. You do not want to die for this shit. Shit. Oh shit.
Your move, buddy. No, 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 no. Get up, Boomney. Come on. Come on, move. Hurry up. Just hold on. Are you what? You get these ready. Please. Let's go. Let's go. نصلح الاطارات على السريع. Then let the slaughter commence. No, who you like? This one. No. Oh shit. Hey, please, whatever you need. Yeah, no shit. We need you. No, no. What's your name? Casey. Casey. Get in the house, Nick. Let's go. Cover, cover, cover. Get in. Let's go. Come on. Let's go. Move. Your welfare. كفو. نايس يا جماعه. ضبطنا الامور. الحين Union Depository. مشينا. اذهب الى المستودع. الساعة طبعا حاليا 8. ما ادري الساعة كم لازم بالضبط نوصل، بس المهم احنا لازم نوصل اتوقع في اسرع وقت. شنو؟ Relax, man. I'm the one who should be grabbing myself. I'm about to rob the biggest bank on the planet. Yep. Casey, I need you calm. You're no use to me when you're freaking the fuck out. Where you want to be right now is useful. معلش بالغلط بالغلط. عديت المكان. هني. Yep. Onion 86 in sight. Stand by. Hey, I was expecting you like half minute ago. Here you go. Gets me every time. Onion 86 in the building. تمام. اوكي دخلنا يا جماعه. امورنا تمام. They're here. Don't do anything stupid. Let's go, pal. Authorization? Good. Good. What? Okay. Huh? Good. Access is good. Courtesy escort is go. والله على بالي شك فينا. مع إن أنا شك إنه شك في ترفر. أوكي. أتبع المدير. وضعنا تمام حالياً وقاعدين ندخل. أكبر عملية سطو يا جماعة. ادخل. Let's go. هذا تورط معانا. How's things? Good. Yeah, fine. How about the freeway is an absolute B*CH today? Tell me when it isn't. And you gentlemen have to sit in those trucks, bored out of your minds, staring at more money than you know what to do with. Okay. Let's go. زين؟ لحظة صمت، ما تبشر بخير. لا اوكي وصلنا. يلا يلا قدامنا قدامنا. Collection team is here. You ain't getting through that thing with a chisel. Hey. So, you know what to do? Uh-huh. Come on. زين. Okay. Gentlemen, أيوة. كأنه سجن بس هو مو سجن. Absolutely. ادخل. Boy, oh boy. هني منطقة الذهب. Yep. Woo! There is a lot of gold in here. We're just holding on to it for the Chinese. No, you ever want to keep it in the United States? Sure, take what you can carry. Hey, that's good stuff. Hey. All right, come on, come on, come on. We got a schedule. Yeah. All right. Yeah. These are heavy. شلنا حاليا الذهب. Yeah. وماشيين. So what's that worth? Gold's trading at around 1,700 to 2,000 an ounce. 35 ounces a kilo, give or take. 1,000 kilos a ton. So that's
$200 million or thereabouts. Give me a sec. Yep, that sounds about right. Collection team has the cargo. زين وركبنا على طول ومعنا الذهب. Got many jobs after this? No, it's the last one. He's retiring. Exploring other opportunities. Hey, you know your chance of an early death increases dramatically when you retire. Yeah, I'll bear that in mind. My back. This much metal ain't normal, is it? Quite a risk. كمل. Order came down this morning, but the computer cleared it. Well, let's hope no one untoward gets word. That's what you and the rest of the security gets paid for, isn't it? Zain? Cargo's in the loading bay. Get her on board! All right, come on, let's not take up any more of this gentleman's time than we have to. That's it! Let's go! Hey, I'm not feeling so well, and I hey, thought maybe come I on, could just, Casey, you know... suck it up! You can't handle the hangover, Case. Do not overindulge. That's right. This man right here will teach you something about moderation. أتوقع هذه الزرقة ولا والله ما أدري المهم. يا عم إيش فيك؟ روح اركب قبل لا يشك فينا. روح بسرعة. اركب. اركب يا أبوي. حبيب حبيب. Thank you. Really. خلنا الحين نروح ورا تريفر. بس مشينا. لا تصدم. We move this metal at Mission Row, and you're all done. Control, pickup was good. How's it looking up there? كيف رب وياكم؟ Shit. Oh my God. What can you do? We tapped into the traffic light system. I'll try to keep them away from you. أيوة. هنروح على طول فرانكلين. I hope you got a solution for this problem. Yeah, dog, we own it. Okay, okay, okay. The link's active. Now you can control the traffic lights. Let's go. Good luck. Hey, we got it. Man, this just seems easy enough. لا تقول لي صعب. تك وش هذا؟ تهكير يا جماعة. لا تقول لي صعب. Here we go. زين. هم هني. اوكي فهمت. وين بيروحوا سيدا؟ I got you a clean connection. Shouldn't be any lag on switches. Good work. Heading south. Hey, on the east side, man. Heavies, watch out. We gotta head east at this junction. زين. This one's clear. There you go. لا لا روح كمل 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 كمل. Okay, both of you go left. يسار. Oh shit, more mercs coming from the northwest. حلو. Oh my god, احنا في ورطة. احنا في ورطة دقيقة لازم اخليهم يعدون. احنا وين يمين ولا يسار؟ Make a right, right there. We got a green light. حلو. احنا في خليها خضر. هذا قريب. Now هذا don't قريب. Turn, keep going. Hey man, they right on your ass, dog. كملوا سيدة يلا. هذا عدة. Oh, I can practically smell those bastards. كمل كمل كمل. Okay, look, so you're gonna go right at this one. Okay, أيوة. I got more heavies to the west. أيوة. وهني. Yeah, وين? Go right at this junction. Hey, they coming from the south. افتح افتح افتح. Oh shit, look out. More Merryweather's coming from the north. روح 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 روح. Green. نكبنا. Okay now, we almost clear. يلا يلا. بسرعة. أنا مجيزة ترى أسكر عليهم ترى. هالطريقة. سكر عليه. تمام. وصلنا. سياراتنا معانا. أغراضنا معانا. أمورنا معانا. والذهب معانا. لحد الحين. كل شيء تمام. خطة. نكملها باقي. Hustle up. You guys, redistribute the weight. Here they are. Hey, good work, F. Damn, I can't believe we got the metal. Damn right, all without firing a bullet. Oh, don't forget our case here, huh? The lead ain't gonna be wasted. No, no, please, please don't. No, wait. Biggest score of our lives, we ain't taking any chances. Sorry, Pally, well. It ain't a chance. Please, please. He's in on it. Huh? Get up. Hey, get up. You tell him something that ain't on the news already. This whole thing was your idea. Yeah, yeah, I understand. Not a word. Exactly. Yeah, I was jumped. I never saw a thing. Go! You know, Miss Houseboard has his house in order to cut your pants. This divorce couldn't come soon enough. Come here, what? Hey! And it's go! Work first, bicker later, man, all right?
Oh shit, Meriwether! Oh my god! You, مو وقته! We'll deal with this. لا 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 مو وقته. خذوه! ابلعت وياه! ريلود! خذ! اوف يا الزحمة! شوفوا العدد اللي جاينا! شوفوا العدد! خذ! ريلود! خذ! في حوراه! اوووه اللي قاعد يودع! واللي قاعد! تعال 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 خذوا كلكم ريلود في زحمة في الجهة هذه زحمة يا جماعة تريفر زين هذا تريفر او ماي جاد يطلق على تريفر وانا اقول حنحاول حد ثاني الله 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 المكان سيء ولا تخيل ريلود خذ اوكي ريلود ابلع خذوا وين 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 واه في ورانا حول على اللي بعده خذ ابلعوا ابلعوا يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب فجر هذه بوم موت اوكي حلو وين اللي بعده والله كثير جو اكيد يا سيد انت ما ظل ذهب ما شلته شال الذهب كامل بسرعه 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 اي من اللي قاعد يرشني يا عمي من اللي قاعد يرشني هذا حول على اللي بعده الجهه الجهه ذيك الجهه ذيك فيها ناس غير انا قاعد احاول امشي على الشيء اللي هم يبون اسويه اه هناك فوق في احد خذ ريلود ها بيموت بيموت خلاص باقي شوي اوقف 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 اوكي هذا ودع خلاص باقي بس اللي في الجهه هذه اتوقع نخلص عليهم بسرعه بسرعه بنحرك 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 باقي من باقي اخر واحد يلا اخر واحد ها على السيارات So much for the bulletless revolution. Man, we always getting hill cuff. You, hold the perimeter. Everyone else, in your cars. We leave while we can. Hey, what's stopping me from riding off into the sunset, huh? With my saddlebags a-bulging. Huh? Lester's the only guy who can flip metal without making a noise, dipshit. You want to try? Be my guest. Alright, leave. Yalla. السيارات اللي عدلنا. لا. Oh my God. شوف النجوم. وشوفوا الفلوس اللي عندنا يا ساتر اهرب يا لا 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 نقرر لا قم عني يسار 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 انا متاخر شوي قم انا متاخر لف 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 هني ووو يلا يسار 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 ايوه الله 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 يسار اوووو ذاك ودع يا حبيبي سياقتهم واجد احسن مني معاكم 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 انا ماشي اصدم 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 هذا اوف الانفجار اللي صار
نقدر ان شاء الله، مع ان 5 نجوم ترى كثير. لا اله الا الله. مر من بينهم. اوف هذا ودع. هناخذ الجهه اليمين. الطائره اتوقع راح تلحق ورانا الهلي. قاعد اشوفها. تحت. نكمل تحت. الله 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 الله. لا يا اخي خلك في الطريق، لا طالع احد. كمل. والله ايش قاعد يصير؟ تكتيك. يلا 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 يلا. باقينا. يلا ليتس جو. سكروا يا جماعة. ولا كأنه صاير شيء. ما يدرون. ما يدرون أبدا وش صار. خلصنا منهم ب5 نجوم. Alright. Those guys will take care of the metal. Lester's meeting us at my place. نروح له. يلا. زين وين المكان؟ اوكي في البيت حق المفروض. طف بس هذا. ومشينا مهمة أسطورية. We're just leaving the goal. Yepper. Hundreds of millions of dollars worth of gold. Hey, T, have a little faith. What? Faith? In you, buddy? All right, in Lester, in the process. Come on. We've been through it a million times. Any fool can take a score. It's getting away clean that makes the difference between those who walk free and those who do not. Man, I wouldn't know what to do with that shit. I'm guessing you wouldn't either, man. I'm sorry. I just have some trusting issues right now, Franklin. If we get away with this, if, and it's a big if, man, then I could finally really retire. Watch it, Frank. Michael likes to retire with a very interesting exit strategy. Come on, man. I mean, we just took the biggest score in the history of scores, and you bitches just want to moan. My mama never loved me. My friends never loved me. I'm mad because I'm rich. I'm sad because I'm successful. Man, this shit is pathetic. Both of you. Oh, I am so... مو وقتي، مو وقتي، كمل. Oh, I am so sorry. Hey, we did it. So sad. We did it. Yep. سويناها. سرقنا كمية كبيرة جدا من الذهب. راح تخلينا نعيش طول حياتنا بدون ما نجمع أي فلوس. خلاص مفروض يعني هذا المنطق يعني. المهم الحين بنروح إن شاء الله عند بيت ليستر اللي بيكون إن شاء الله. قاش سويت في السيارة؟ حس السيارة بطيئة بزيادة، أو هي من أصل بطيئة وشكلي كملت عليها بعد الحادث اللي سويته. المهم يا جماعة اللي ما ضغط زر لايك يا جماعة ضغط زر لايك. أي واحد ما ضغط زر لايك ضغط زر لايك عشان يعني نكمل مع بعض في اللعبة ونستمر فيها. ما أدري ترى كم حلقة، أنا قلت ممكن ديك الحلقة قبل الأخيرة اللي طافت. لا أتوقع أنه باقي بعد شوي، يمكن باقي 5-6 حلقات يعني حولها. أهم شيء نحن ماخذين راحتنا في اللعبة ومستمتعين يعني فيها، هذا أهم شيء. يا ساتر هذا إيش سوى؟ هذا إيش سوى؟ دمر لي الموتر. خلنا نكمل. ما أدري هو يقصد نفسه ولا يقصد ناس. خلاص وصلنا يا جماعة للمكان تقريبا المطلوب. راح يكون هني على اليمين. بعده والله موتر تعبان صح. بيتي ها، مو بيت ليستر، بيت مايكل بالأصح يعني. مشينا من جهني. هذا ينتظرنا. Gentlemen, Lester, we have just made history. I don't want to ask a dumb question here, but where's the metal? I've got it on lockdown for a few days while I'm waiting for the go-ahead to melt it and move it. Where? Exactly. Where is just the point? Let's say somebody gets pinched. Well, then where is the evidence? Or if anyone gets any silly ideas, then they'll just be futile. So we can take it easy, knowing that. It's gonna be a few days before Judas here shows his true colors. Really?
Now? Yeah, now, sugar. Why don't you take a moment while you're sitting on that big fat pile of cash to chill the fuck up and realize what's done is done? Whatever you say. Well, this is a good time. This fucking fuck you, man! Hey! For a couple of Midwest stick-up artists, you guys sure have become a pair of whiny West Coast douchebags! West Coast. Oh, nothing. I love it here. Everyone's so numbed by the sun that if you use a three-syllable word, they think you're a professor. And you don't talk down them to these paid in it. Hey, leave Lester alone. Oh, you and Lester together? Oh, now that makes sense. Oh, for fuck's sake, man. What's that? Oh, man, I gotta go calm down, homie. This shit was real illuminating. Franklin, sorry. Come on back, have a beer or something. تعودنا على الوضع يا جماعة. فكملنا يا اخوان المهمة هذه. وش جابني هني؟ جيت على مع فرانكلين. اتوقع اني بروح مع مايكل. المهم يا جماعة اتوقع اني راح اوقف هني. لا تنسوا يا اخوان زر اللايك والاشتراك معنا في القناة. ونشوفكم على خير بإذن الله في الحلقة الجاية. بإذن الله أيضا تكون حلقة ممتعة مثل حلقتنا اليوم. نشوفكم إن شاء الله على خير ومع السلامة. اللايك أمر مهم طقه ولا تهتم. انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عن نفخهم يسيطر على أمم. ماذا جيشنا يا عم والأسيار الصورة تتنقل على كل فم. باشتراك تنضموا هذه أسهل وسيلة. يا قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة.